نساء الحوار هنا في فعالية من أجل السلام وتعزيز قيم التسامح ونبذ التطرف والعنف من خلال إشهارهن منتدى النساء للحوار والذي يمثل عضوات مؤتمر الحوار الوطني من مختلف المكونات السياسية. شكلنا أيضا هذا المنتدى الرائع من نساء الحوار والذي أسميناه منتدى النساء للحوار، وهو نموذج مصغر للدولة التي نسعى إلى تكوينها في المرحلة القادمة، وأن منتدانا هذا كنساء قد مثل نموذجا مصغرا لمؤتمر الحوار الوطني. كلمات عديدة ألقيت خلال المؤتمر أكدت على أهمية المشاركة السياسية للمرأة في صنع المستقبل المنشود ومراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصولا إلى الدولة المدنية الحديثة وتحقيق التغيير المنشود، مشيرات بأنهن راضيات عما خرج به مؤتمر الحوار من مخرجات أعطت للمرأة حضورها في المجتمع. مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق في المرأة أعتقد إلى حد ما لبى احتياجات المرأة اليمنية، سواء في الجانب الحقوق والحريات، سواء في جانب بناء الدولة، سواء في جانب الحكم الرشيد، أو حتى في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ولكن نحن كنساء متحاورات يعني اتفقنا أن نفعل منتدى نساء للحوار وسلام، بحكم أن مخرجات الحوار الوطني إذا ما كناش إحنا النساء نسعى إلى توعيتها ونسعى إلى المجتمع بأن يكون في صيغة قوانين وصيغة دستور، فأعتقد أن مخرجات الحوار الوطني لا يعني لا تؤدي إلى الهدف الذي يعني بدأناه. النساء أعربن عن تخوفهن من عدم التطبيق الفعلي لمخرجات المؤتمر فيما يتعلق بالمرأة من خلال إضافة دعم الأجهزة الإعلامية والأحزاب السياسية لأهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية. كل ما جاء في مؤتمر الحوار يخشى من المواطن أنه لا يطبق، ونحن جزء من المواطن هذا نخشى أنه لا يطبق، ولكن لأن احنا جزء من 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 العملية هذه، من عملية تشكيل مخرجات الحوار، نحن أعضاء حوار، فبالتالي قمنا بصياغة هذه المخرجات، ونحن نرى أننا يعني سوف نعمل جاهدين على تنفيذها، إما عن طريق هيئة وطنية تتشكل من الأعضاء، وهذه الهيئة سوف تعمل على تنفيذ مخرجاتها، تنفيذ مخرجات الحوار عن طريق تشكيل الحكومة الجديدة، عن طريق دستور جديد لليمن. أسدل الستار أخيرا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد شد وجذب انتهى بقرارات نالت رضا الأغلبية من أعضائه، لكنه يبقى الأهم من ذلك ضمانات تنفيذ تلك المخرجات على أرض الواقع.